ومن أجمل الحاجات بقى اللي بيجي مع الكتاب ده، بتيجي معاه حاجة اسمها المراجعة النهائية. المراجعة النهائية دي بتخليك تقدر تعمل مراجعة نهائية بشكل سليم، بيديك امتحانات تانية مودلز الخاصة بالامتحانات بشكل واضح قدامك اهو، وكمان بيبقى موجود عندك امتحانات كتير جدا، وفي الآخر النماذج الخاصة بالإجابة الخاصة بالامتحانات دي تقدر ترجع لها في أي وقت، فأنت مش محتاج أي حاجة. أنت لو حتى مش عارف الإجابة الصح تقدر ترجع لنموذج الإجابة هنا وتقدر تعرف الإجابة الصح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بنتكلم عن كتب الخاصة بالترم الثاني. جالنا مجموعة من الكتب من المعاصر والامتحان، هم تواصلوا معانا وتواصلوا مع قناة فلاش التعليمية وجابوا لنا مجموعة من الكتب الخاصة بالترم الثاني 2021. النهاردة هنستعرض الكتب دي، ولسه في جزء تاني خاص ببعض المراحل لسه ما نزلش الكتب الخاصة بيها، هنتكلم عنها برضو في جزء تاني. ده الجزء الأول الخاص بالكتب الخاصة بالترم الثاني سنة 2021. معانا مجموعة من الكتب من أول أولى ابتدائي لحد ثانوية عامة وأولى ثانوي، والنهاردة هنستعرض الكتب دي مع بعض. طبعا ده بناء على رغباتكم، انتوا طلبتوا ان احنا نجيب الكتب الخارجية الخاصة بالمواد بتاعتنا علشان نستعرضها قبل ما نشتريها، نشوف المحتوى بتاعها. لما بنيجي نروح نشتري الكتب ساعات الكتاب بيبقى مغلف، ما بنقدرش نفتحه ونشوفه في المكتبة بشكل كويس. هنستعرض الكتب دي مع بعض ونشوف ايه المميزات الخاصة بيها، ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب معانا النهاردة هنفتحه هو كتاب كونكت للصف الأول الابتدائي سنة أولى ابتدائي زي ما احنا شايفين قدامنا. هو الكتاب لسه مغلف أهو، هنفتحه مع بعض ونشوف المحتوى بتاعه وشكل الكتاب من جوه عامل إزاي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو ده الكتاب، وطبعا زي ما احنا شايفين قدامنا. طب اول صفحة طبعا الصفحة اللي فيها الستيكرز الجميلة دي، بعد كده طبعا الكتاب، واول حاجة فيه زي ما احنا شايفين قدامنا الصفحة اللي فيها النيم والسكول والكلاس كمان، ولو عندنا صورة ممكن نحطها لابننا او بنتنا هنا. هو الكتاب جميل جدا طبعا، منهج كونكت منهج جميل وبسيط في نفس الوقت، موجود عندنا في مدارس الحكومية والمدارس التجريبي كمان وأغلب المدارس الخاصة، فهو منهج جميل جدا وشامل في نفس الوقت. أول يونت طبعا هي يونت 10 زي ما احنا شايفين قدامنا، She's an engineer أو هي مهندسة، إنها مهندسة. طبعا الكتاب هنا شارح ومترجم الكلمات بشكل واضح وجميل جدا زي ما احنا شايفين قدامنا، ومدينا أمثلة كتير قوي. كتاب جميل جدا زي ما احنا شايفين قدامنا، فهو طبعا مميز وشارح شرح وافي لكل حاجة خاصة بالمنهج الخاص بأولى ابتدائي، وكمان بيعلمنا ازاي نعمل براكتس او تدريبات على كتابة الحروف وكتابة الكلمات المختلفة. وبيجي مع الكتاب الملحق ده طبعا هنا هو نوت بوك او كراسة، يعني interactive notebook او كراسة تدريبات وكراسة تفاعلية، بتعلم اولادنا ازاي يعملوا practice او تدريبات على الدروس المختلفة بما فيها كتابة الكلمات والجمل وبما فيها حل الامثلة على اليونتس الموجودة في الترم الثاني. واخر حاجة موجودة معانا هي الماسكس دي او الاقنعة دي. طبعا هنا في الماسك بتاع جولدي لوكس او البنت اللي اسمها جولدي لوكس في الستوري الجميلة، وفي كمان دادي بير او الاب الدبدوب الموجودة في الترم الثاني عندنا. ده بالنسبة لكتاب كونكت سنة أولى ابتدائي. تاني حاجة معانا كتاب كونكت سنة تانية ابتدائي، وزي ما احنا شايفين قدامنا هو مغلف، يلا نفتحه. طبعا زي ما احنا شايفين قدامنا هو الكتاب جميل جدا، اول حاجة الصفحة اللي فيها الستيكرز، بعد كده الكتاب
نفس النظام بنكتب الاسم والمدرسة والفصل، ولو في صورة بنحطها هنا. وأول يونت عندنا في سنة تانية طبعا هي يونت 7 أو الوحدة السابعة، into the countryside. into the countryside أو في الريف، هو مترجم هنا طبعا كل حاجة ومدينا الكلمات وهي مترجمة. كتاب جميل جدا موضح كل حاجة، طبعا زي ما احنا شايفين قدامنا الصور واضحة وجميلة ومدينا أمثلة كمان كتير جدا. وبيجي مع الكتاب interactive notebook أو كراسة أو الكراسة التفاعلية اللي احنا قلنا عليها من شوية، برضو بيكون فيها بعض التدريبات والأمثلة على اليونتس الموجودة في الترم الثاني. وآخر حاجة بيجي معاهم الماسك ده، الماسك ده اللي هو الخاص بالرول بلاي أو بالمسرحية اللي هم بيعملوها في الترم الثاني. هنا حتى مكتوب role playing masks أو الأقنعة الخاصة بالتمثيل. بعد كده هنلاقي معانا مجموعة من الكتب الخاصة برابعة وخمسة وستة ابتدائي وهي time for English، وطبعا ده المنهج القديم، هو منهج جميل برضو. هنا time for English هو حاجة زي كده connect أو المنهج الخاص بكونكت، هو الإنجليزي العادي اللي موجود في مدارس الحكومة والمدارس التجريبي كمان وبعض المدارس الخاصة. فهو ده الكتاب الخاص بالصف الرابع الابتدائي الترم الثاني، Time for English. هو كتاب وافي بمعنى الكلمة، موجود في كل اليونتس كل التدريبات والإكسرسايزز، وبيجي معاه كمان students interactive notebook أو كراسة الطالب التفاعلية، برضو بيبقى فيها تدريبات كتير جدا وفيها أمثلة وفيها كمان في الآخر نماذج للحل الخاصة بالامتحانات الموجودة فيها. هو كتاب جميل جدا زي ما احنا شايفين قدامنا. وبعد كده سنة خمسة ابتدائي نفس النظام، كتاب Time for English زي ما احنا شايفين قدامنا. هو الكتاب بصراحة كتاب وافي وموجود فيه كل الشرح المفروض ان احنا نعرفه، وموجود كمان معاه الكراسة التفاعلية دي فيها الاكسرسايزز او التدريبات الخاصة باليونتس المختلفة، وفيها امتحانات كمان من السنين اللي فاتت والنماذج الخاصة بالحل بتاع الامتحانات دي موجودة في الآخر. وكتاب جميل جدا بصراحة. وآخر حاجة سنة ستة ابتدائي طبعا الصف السادس الابتدائي Time for English زي ما احنا شايفين قدامنا، كتاب جميل جدا. ومعاه الكراسة التفاعلية أو الانتراكتيف نوت بوك، فيها نفس النظام الأسئلة والامتحانات كمان الخاصة بالسنين اللي فاتت ونماذج الحل الخاصة بالامتحانات دي. ومش عايز أنسى أقول إن فيها كمان طريقة عمل المشروعات البحثية، لو اتطلب مننا إن احنا نعمل مشروع بحثي أو حاجة زي كده أو حصل أي تعديل يعني في خطة الوزارة، بيعرفنا هنا إزاي نعمل المشروع البحثي وإزاي نعمله بخطوات سليمة. بعد كده طبعا نروح للمرحلة الإعدادية، وطبعا المنهج بتاعهم الخاص بنيو هالو، طبعا هو ده المنهج الخاص بالمدارس الحكومة والتجريبي وبعض المدارس الخاصة، طبعا بيختلف المستوى الرفيع بين المدارس المختلفة. فنيو هالو ده موجود في كل المدارس. طبعا الكتاب زي ما احنا شايفين قدامنا هو كتاب جميل جدا، شرح وافي بمعنى الكلمة، وموجود فيه كمان الأسئلة وطبعا الـ general notes أو الملاحظات العامة على الـ reading والـ listening كمان أو على القراءة والاستماع كمان. هو كتاب جميل جدا بصراحة. بيجي معاه كراسة المراجعات دي، هي كراسة فيها بعض الـ exercises أو الأسئلة والتدريبات، وبيكون فيها كمان ملخص الكلمات الهامة الخاصة بالـ units المختلفة.
وبيكون فيها كمان امتحانات، والامتحانات دي من السنين اللي فاتت، وامتحانات كمان هم عاملينها، وبيجي في الآخر خالص نماذج الإجابة الخاصة بالامتحانات دي وبالأسئلة كمان الخاصة باليونتس المختلفة. مش عايز أنسى المشروع البحثي. المشروع البحثي طبعا هم هنا موضحين في حالة أن أنت طالب منك تعمل مشروع بحثي، هتلاقي الخطوات الخاصة بعمل المشروع البحثي دي موجودة في آخر الكتاب هنا. وآخر حاجة بتيجي معاه طبعا الكويك لوك أو النظرة السريعة على المنهج، وده ملحق المهارات بيصرف مجانا مع الكتاب. هو طبعا هنا زي ما احنا شايفين قدامنا بيدينا ملخص سريع لكل حاجة خاصة بالمنهج الخاص بالترم الثاني، ودي كراسة كده زي ما بيقولوا الملخص الخاصة بالترم الثاني الخاصة بمنهج نيو هالو لسنة أولى إعدادي، كراسة جميلة جدا. بعد كده سنة تانية إعدادي أو الصف الثاني الإعدادي، تعالوا نفتح الكتاب الخاص بيها. زي ما احنا شايفين قدامنا ده الكتاب الخاص بالصف الثاني الإعدادي، وطبعا هو زي ما احنا شايفين قدامنا في الليسونز المختلفة من أول يونت 7، طبعا في الليسونز المختلفة والتدريبات الخاصة بيها. هو بصراحة كتاب وافي بمعنى الكلمة، مش هتحتاج أي حاجة معاه، حتى الكلمات مترجمة بشكل سليم وبشكل جميل. بيجي مع الكتاب ده الكراسة الخاصة بالمراجعة والاختبارات، طبعا فيها اكسرسايزز كتيرة، بيديك كمان الكلمات الخاصة باليونتس المختلفة تقدر ترجع لها في أي وقت لو حابب تراجع على أي حاجة، ومديلك كمان الاكسرسايزز المختلفة على اليونتس الموجودة في الترم الثاني، وفي الآخر كمان مديلك نماذج إجابة ومديلك خطوات عمل المشروع البحثي لو اتطلب منك في أي وقت. وبيجي معاها كمان الكراسة الخاصة بالمهارات، طبعا دي زي ما قلنا بيبقى فيها الملخص خلاصة الخلاصة الخاصة بالمنهج بعد ما نخلص مذاكرة تمام ونعرف كل حاجة خاصة بالمنهج ونحل أسئلة، نقدر نرجع للكراسة دي لأن بيبقى فيها طبعا سمري لكل حاجة، وفيها كمان الأسئلة اللي ممكن تجيلنا في الامتحان كملخص سريع كده للمنهج. هو بصراحة كتاب جميل جدا. واخر حاجة طبعا كتاب تالتة اعدادي، والكتاب زي ما احنا شايفين قدامنا طبعا بيبدأ من يونت 10 او من الوحدة العاشرة، كتاب وافي بمعنى الكلمة، كل حاجة ممكن تحتاجها هتلاقيها في الكتاب ده. وبيجي معاه كمان الكراسة الخاصة بالمراجعة والاختبارات زي ما احنا شايفين قدامنا، في الآخر الخطوات الخاصة بالمشروع البحثي، وبيجي معاها كمان كراسة المهارات زي ما احنا شايفين قدامنا، بيكون فيها طبعا الملخص الخاص بالترم الثاني كله ككلمات وكأسئلة ممكن تجيلك. هو كتاب جميل جدا بصراحة. آخر حاجة معانا النهاردة هو كتاب نيو هالو لسنة أولى ثانوي. هو كتاب جميل جدا، تعالوا نفتحه مع بعض ونشوف الحاجات الخاصة بيه. هو ده الكتاب طبعا زي ما احنا شايفين قدامنا second term، وطبعا ده الخاص بالصف الأول الثانوي، وهو طبعا منهج نيو هالو زي ما عرفنا من شوية. طبعا هو بيبدأ من يونت 7 او من الوحدة 7، وطبعا زي ما احنا شايفين قدامنا في كل الحاجات اللي انت ممكن تحتاجها وانت بتذاكر منهج ده، وحتى الكلمات مترجمة وموجودة بشكل ملخص وجميل جدا. بيجي معاه كمان الانتراكتيف نوت بوك او الكراسة التفاعلية، زي ما احنا شايفين قدامنا فيها أسئلة كتير جدا، وفيها كمان ملخص الكلمات الخاصة بكل وحدة
تقدر ترجع لها في أي وقت، مش محتاج إن أنت تعمل أي حاجة تانية. لو نسيت أي حاجة تقدر ترجع للكلمات هنا على طول. في كمان أسئلة والمودلز الخاصة بالامتحانات المختلفة موجودة عندنا هنا زي ما احنا شايفين قدامنا. بيجي كمان معاه الكويك لوك، وده ملحق بيصرف مجانا مع الكتاب. الكويك لوك ده طبعا فيه ملخص الحاجات وقاموس المعاصر للكلمات الخاص بالوحدات المختلفة، يعني مش محتاج تعمل أي حاجة، وبينمي عندك المهارات المختلفة زي الريدنج سكيلز أو مهارة القراية، وطبعا بيعرفك ازاي تعمل ريدنج بشكل سليم. هو كتاب جميل جدا بصراحة. ومن أجمل الحاجات بقى اللي بيجي مع الكتاب ده، بتيجي معاه حاجة اسمها المراجعة النهائية. المراجعة النهائية دي بتخليك تقدر تعمل مراجعة نهائية بشكل سليم، بيديك امتحانات تانية مودلز الخاصة بالامتحانات بشكل واضح قدامك اهو. وكمان بيبقى موجود عندك امتحانات كتير جدا، وفي الاخر النماذج الخاصة بالاجابة الخاصة بالامتحانات دي تقدر ترجع لها في اي وقت، فانت مش محتاج اي حاجة. انت لو حتى مش عارف الاجابة الصح تقدر ترجع لنموذج الاجابة هنا، وتقدر تعرف الاجابة الصحيحة بشكل سريع جدا. وطبعا للناس اللي عايزة تبقى اشطر واشطر، في عندهم ستوري اسمها كينج لير او الملك لير. وطبعا هنا جايب لنا 20 اختبار مكتوب هنا زي ما احنا شايفين قدامنا، 20 اختبار على المنهج بالكامل باجاباتها النموذجية. في الملحق ده برضو بيصرف مجانا لما بنيجي نشتري كتاب نيو هالو الخاص بأولى ثانوي زي ما احنا شايفين قدامنا. عندنا ادي المودلز المختلفة، وعندنا كمان النماذج الخاصة بالإجابات الخاصة بيها زي ما احنا شايفين قدامنا. فممكن نكون من الأوائل طبعا لو ذكرنا من الكتاب ده بس، مش محتاجين أي حاجة تانية خالص. نكون استعرضنا الكتب اللي كانت معانا النهاردة، وإن شاء الله ما تنسوش معانا كتب تانية هتيجي خاصة بالترم التاني برضو، هيكون ده الجزء التاني إن شاء الله. الكتب اللي ما استعرضناهاش النهاردة أول ما تجيلنا هنستعرضها في الجزء التاني. كتب زي كتب ديسكوفر وكونكت بلس وكونكت العادي كمان الخاصة بكيجيهات أو بسنة تالتة ابتدائي، هنستعرض الكتب دي مع بعض في الجزء التاني إن شاء الله أول ما تجيلنا على طول. وكل سنة وانتوا طيبين مرة تانية. أتمنى أن انتوا تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة. لو أعجبك الفيديو أعمل لايك، أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، وأنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.